وصلنا لمساحة توعوية جديدة من مساحات صباحنا غير، ورح نحكي فيها عن العناد عند المراهقين. هي السمة اللي بتكون عامة عند كتير من الأشخاص، وخصوصا أنه بيعتبروا حالهم انتقلوا من فترة الطفولة وأنه صاروا كبار وإلهم كيانهم وموقعهم وحتى رأيهم. بدنا نعرف كيف ممكن نتعامل مع هي الفترة، ايمت بيكون العناد طبيعي وصحي وايمت بيكون زايد عن اللزوم. هي التفاصيل اكيد رح نعرفها اكثر مع اختصاصية الارشاد النفسي رند نضر. يسعد صباحك. صباحك يا رب، يسعد صباحكم. صباح الخير رند، اهلا وسهلا فيكي. يعني هذا الموضوع كل الامهات اكيد بتعاني منه، في فترات عناد فظيعه عند الاطفال، في فترات ما بقى بيسمعوا الكلمه، بيصيروا بيعملوا بس يلي براسهم. خلينا نحكي ليش بصير هيك مع الطفل، شو هن السلوكات الغلط المتبعه معه للطفل يلي ودته انه يصير عنيد بهيدي الطريقه. تمام. هلا بالبدايه الطفل العنيد هو اذا كان بطفولته عنيد فهو حيتحول بالمراهقه لعنيد. بس انا قبل ما فوت شو هو العنيد وشو هو ليش اسبابه، خليني احكي بدايه عن هيك تفاصيل شوي عن مرحله المراهقه. مرحله المراهقه هي مرحله بتتسم بتغيرات، في عندنا فيزيولوجيه، في عندنا عقليه، في عندنا نفسيه، فبصير عندنا تغيرات عند المراهق. وطبعا المراهقه هي عده مراحل، في عندنا مرحله مبكره ومرحله متوسطه ومتاخره. هلا المرحله المبكره بتبدا من عمر ال 12 لعمر ال 14 سنه، والمتوسطه من ال 15 لل 17، والمتاخره من 18 لل 21. طبعا هي المرحله مرحله المراهقه في عندنا شيء اسمه حاجات نفسيه، من هالحاجات في عندنا الحاجة للاستقلالية. فالمراهق هو دائما وقت فات بمرحلة المراهقة بيسعى لحقق استقلاليته، كيانه الشخصي، تحقيق ذاته. وقت بيفشل بتحقيق هذا الشيء بصير عنده نوع من التمرد والعناد تجاه أهله. طبعا خلينا نحكي أنه التمرد والعناد هو أمر طبيعي وضروري عند المراهق لحتى يكون شخصيته، طبعا طول ما هو بحدوده الطبيعية. أما إذا صار بصفة مستمرة ودائمة هون صار عندنا هون مشكلة، أنه حيتحول لسمة شخصية من سماته، بصير هو صفة العند عنده. فمشان هيك مثل ما حكينا أنه هو أمر ضروري ومهم لحتى هو تتكون شخصيته. طبعا المراهق بهي المرحلة في عنده صراعات داخلية بين أنه نزعته ليتحقق الاستقلال وكيانه الشخصي ويتخذ قراراته بنفسه ويثبت ذاته، وبين أنه أسرته اللي هو مفروض عليه يخضع لها، يطيع أوامرها، يلتزم بقوانينها، وبين أنه وقت بيتواجد مع رفقاته هو عم يحقق ذاته، عم يحقق كيانه، عم يتحقق استقلاليته، وبين المجتمع اللي هو موجود فيه اللي عم يفرض عليه قوانين وعادات تقاليد وأنظمة أنه لازم يلتزم فيها. طبعا يا ترى كل المراهقين هن عندهم تمرد؟ كله موجود عنده، بس بيختلفوا بطريقة التعبير عنها. بعض المراهقين بيظهروا التمرد بشكل سلبي من خلال أنه مثلا إذا أعطيتيه أمر معين بماطل لحتى يحققه كنوع من الدلع، أنه الدلال الزايد عند أهله، فإنه هو بماطل ما بيظهر هذا الشيء بشكل مباشر. في مراهقين تظهر العند بشكل مباشر من أنه ترفض طلبات الأهل وأوامرها وترفض أنه تحقيق هذا الشيء اللي عم يطلبوه. وفي عنا تمرد خلينا نقول عليه خفي، انه هون المراهق هو ما بيظهر اي ردة فعل، وانما انه بس بيصير عنده توتر وقلق بيتحول بعدين لعادات سلوكيه سلبيه، مثل انه نتف الشعر، اضم الاظافر، هون اللي بيصيروا الاهل كمان بيشتكوا منها، بس بيكون هو منبعها توتر عايش فيه ضمن الاسره وتمرد للشغلات اللي هو عم تنطلب منه بس هو مو قدران يعبر عنها. وفي عندنا النوع الاخير هو تمرد مقصود، بيكون المراهق قاصد انه هو يتمرد على اهله لحتى يستثير غضبهم ويعصبهم ويستفزهم، وهم فعليا وقت الاهل هن اللي بيستفزوا بيكون تحققت غايه المراهق، وهذا الشيء كمان بزيد العناد اكثر. طيب حكيت رند انه التمرد هي صفه عامه عند المراهقين، ايمت ممكن نعتبرها انه كثير زادت عن حدها وانه صارت باسلوب او بطريقه غير مقبوله؟ تمام. وقت بيصير انه هو كل طلب معين بدون سبب منطقي من دون اي شيء بتقولي له اعمل هيك بيساوي العكس، اي امر بينطلب منه بس انه عم يثبت رايه بطريقه خاطئه، هون بصير في عندنا مشكله. اما نحن فعليا اذا طلبنا من المراهق امر معين وهو رفض تحقيقه، نحن من خلال انه الحديث والحوار معه نفهم سبب رفضه لهذا الامر، واذا كان في عنده سبب منطقي ووجيه انه ممكن الاهل يغيروا الطلب او يغيروا الامر اللي هنا كانوا امرينه، ويصير في حوار مع المراهق ويلاقوا ممكن حل وسط لهذا الشيء. هلا ممكن في عندنا عده اساليب نحن ممكن نتعامل معها مع المراهق العنيد فعليا. اول شيء هو اهم طريقه هي الحوار، الحوار والنقاش مع المراهق. المراهق بهي الفتره هو عم يحاول يحقق ذاته ويستقل ويوجد انه هو في عنده راي
موجود عندهم. فمشان هيك نحن الحوار العائلي والنقاش معه ونحاول نلاقي معه حل وسط هذا الشيء كتير ضروري ومهم. أحيانا ممكن يطلب المراهق أنه هو بده يحضر رفقاته للبيت ومثلا البيت صغير وفي عندهم بعض الظروف الأسرية اللي ممكن تمنع هذا الشيء, دغري بيقولوا الأهل لا. فهون ممكن المراهق يتناقش مع أهله وأنه نحن خلينا مثلا بوقت معين يكون البيت وضعه مناسب, أنا استضيف رفقاتي بوقت معين, هون هذا حل وسط بيكون. كمان في عنا كثير أمر ضروري إنه نحن وقت الأهل بيرفضوا أمر طلبه المراهق نحن نبين له السبب, مو إنه بس لا. في كثير من الأهالي بيقولوا لا فقط للمراهق, ليش لا؟ تمام. لأنه لا تمام لأنه لا لأنه جواب منطقي تمام. فهون المراهق إنه شو أنا ولد صغير, وهون بيصير في عنا نوع من التناقض إنه أنا عم يطالبوني يكون كبير ومسؤول بنفس الوقت عم يعاملوني مثل طفل صغير ما عم ياخذ برأيي ولا أي شيء. فهذا الشيء كمان بيزيد عنده العناد. كمان في عنا شغلة كثير ضرورية وقت المراهق بيجي بيناقش أهله, أهله فورا ببلشوا مثلا ينفعلوا ويخانقوا. ضروري كتير يكون النقاش هادئ لحتى نحنا يكون في عنا حوار مع بعض. فإذا حسوا الأهل أنه هنا غير قادرين أنه يكونوا مسيطرين على الحوار ممكن يأجلوا لوقت آخر أنه يصير يكونوا أكثر يعني قابلية لحتى يتناقشوا مع المراهق ويأخذوا ويعطوا معه. لأنه مجرد الانفعالات بلش الصراخ حيصير كمان المراهق يتبع هي الطريقة وأنه الصراخ والمشاكل أنه أهلي ما بيتحاكوا, أنا أهلي ما بيفهموني ما بيستوعبوني. وهي كتير بنسمعها من لسان المراهقين أنه أنا أهلي ما بيحبوني ما بيستوعبوني ولا عم يفهموني أبدا. بيتمنوا دائما يكون عندهم غير الأهل الموجودين بس صحيح. بفترة المراهقة صحيح. رند خلينا نحكي على نقطة كتير مهمة كل الأهل اللي يمكن عم يعانوا منها. أوكي المجادلات للصبح عم تضل وما منا نتيجة مع المراهقين, ولكن في موضوع يمكن كتير مهم عم يعمل عقد عند المراهقين, كتير عم يودي بتعذيب الأهل نفسيا واقتصاديا, هو الوضع الاقتصادي صحيح. يعني كتير من المراهقين بهيدا العمر بيصيروا بيغاروا, إذا موبايل رفيقهم أحدث من موبايلهم بدهم يغاروا, إذا لابس براند محدد بدهم يغاروا. في كتير أهل مو بقدرتها أن هي تأمن كل مستلزمات المراهق. هون نحن كيف فينا نتعامل مع المراهق؟ ولكن خلينا نرجع لمرحلة الطفولة, كيف فينا نشبع طفلنا لحتى يوصل لمرحلة المراهقة بأقل هي يعني مثل ما بيقولوا العين فاضية بده كل شيء لقله, بيحب دائما ان هو يكون احسن من غيره. تمام. هلا بدايه قد ما الاهل حاولوا يجاروا طلبات ابنهم ويوفروها, اخر شيء حيوصلوا لنقطه هن ما عاد قدرتهم انه هن يوفروا الشغلات اللي عم يطلبها. فمشان هيك من مرحله الطفوله نحن نعود الطفل انه في عنا حدود, في عنا نحن قناعه لازم يكون انه مثلا انت عندك هاللعبه انت بدك تقتنع فيها, شوف مثلا مثلا بنركز انه شو انت عندك, حاول ابتكر بالالعاب, حاول مثلا بدك شيء معين ممكن نحن نعلمه نظام انه نحن من خلال انه يدخر شيء من مصروفه لحتى حتى يحقق هدفه. فنحن ممكن نعلمه بدايه على تحقيق الاهداف انه يحط هدف ويسعى ليوصل له. ممكن كمان احيانا ممكن نتيجة انه مثلا عم يطلب كثير احنا ممكن نحط له جدول تحفيزي, يعني خلينا نقول جدول نقاط انه انت مثلا هدفك بدك مثلا هاللعبه المعينه, انت اذا فعليا بهالفتره مثلا لمده شهرين او شهر التزمت بشغلات معينة احنا عم نطلبها منك, كل ما التزمت فيها نحن حنعطيك نقاط من خلال بعدين انه هو يحقق الشغلات اللي بدنا اياها نستبدل له اياها بشيء هدية اللي بده اياها او اللعبة اللي بده اياها. هلا هون عودناه انه هو مو كل شيء عم يطلبه بده هلا يتحقق تمام. فهو لازم يكون في عنده شغلات منيحة عم يعملها لحتى يحصل عليها, او انه يخطط ويحط هدف انه هو بده اياها لحتى يجيبها ويحقق اللي بده اياه. هدول نقطتين. كمان في عنا نقطة انه نحن يكون في عنده قناعة, نحن في شغلات كتير بالحياة وهون نحن بيجي دور الحوار الاهل مع الطفل حتى مع المراهق, انه نحن في عنا شغلات مو قادرين نحققها ممكن نحن نسعى لتحقيقها بعدين بالمستقبل, ونحن نحاول نقتنع بالشغلات الموجودة عنا ونستمتع فيها لانه ممكن نحن بوقت من الاوقات ما عاد نحسن نوفرها ولا عاد نحسن نحققها. فمشان هيك انت هلا استغل هاي النقاط الموجودة عندك. كمان في عنا خلينا نقول كمان بمرحلة المراهقة انه نحن نعوده كمان بنفس طريقة الطفولة انه انت خطط للشيء اللي بدك اياه, هذا المبلغ او المصروف اللي عم تاخده بشكل اسبوعي او شهري انه كمان كيف يوازن ميزانيته خلينا نقول, كيف يصرف كيف ما يبذر فيها كيف يخطط له. فهذا الشيء نحن هون عم نكون حتى عم نزرع فيه الشخصية المسؤولة وحتى انه كيف يتوجه بحياته وحتى انه يصير يحدد شو بده من الحياة وشو بده يحقق الشيء اللي بده اياه.
طيب رند، خلينا نحكي عن سلوكيات الاهل رح نسميها خاطئه اللي هي بتسبب زياده العند عند هذا المراهق. بنشوف في اهل بيمزحوا بطريقه يمكن انه حتى التغيرات الفيزيولوجيه يلي بتصير يمكن بيواجهوا التمرد بطريقه عنيفه. خلينا نحكي عن هي السلوكيات الخاطئه اللي عم يمارسوها الاهل بهي الفتره. تمام. هلا من السلوكيات الخاطئه اللي كثير بيوقعوا فيها الاهل هي احيانا الشتم، انه بيسبوه مثلا، بيضربوه، بيقولوا انه اذا ما ضربته ما بربي، او انه الضرب هو نحن هيك تربينا، نحن هيك حنربي. كمان في عنا الاهانه مثل ما ذكرتي، احيانا السخريه من شكله، او مثلا اذا المراهق حكى اي كلام او طلب اي شيء نحن ممكن نقلده بطريقه ساخره. فهون انه حتى باعتقاد الاهل انه هن حيلاقوا حد لهي المشكله، وانما هن لا، عم تزيد المشكله، انه المراهق رح ينزرع عنده شعور انه انا اهلي ما بيحبوني، عم يتعاملوا معي بهي الطريقه لانه انا مو يعني مو غالي عندهم. فمشان هيك هم بصير في عندنا شرخ بالعلاقه، وهذا الشيء بيتاثر على المراهق وبيأثر حتى على نفسيته، سواء اذا كان مثلا احيانا في بعض الاهل كمان بتلجأ للعقاب باسلوب دائم، احيانا بيقطعوا منه عن المصروف، فهذا بيدفعه كمان لسلوكيات خاطئه ثانيه، ممكن يصير يبلش يتدين، ممكن يصير يسرق، فنحن عم ندفعه بشكل خاطئ لحتى نحن باعتقاد الاهل انه عم يصلحوا، لا، لكن هن فعليا عم يدفعوه لسلوكيات خاطئه، وممكن يعني يصير بمشاكل هو ماله فيها، نحن عم نحل مشكله عم نسوي مشاكل ثانيه. كمان في عندنا التوبيخ مثلا، هو خصوصي عنده المراهق لا توجهي له اي اهانه او تنبيه قدام حدا، قدام حدا، لانه اذا مجرد ما وجهتي له قدام حدا هون شخصيته هي انهارت، هي صار في عنده انه هو الشخص الكبير اللي عم يبني ثقته بنفسه، فمجرد ما توجه نقد قدام رفقاته، قدام حدا من قرايبينه، فهون هو كثير بينزعج. بنلاحظ كثير من الشباب ببلشوا مثلا يتمردوا او يتخلقوا، خلينا نقول يعطوه يردوا على الاهل مثلا، او ممكن البنات كمان بنفس الطريقه وينسحبوا، وهذا الشيء له اثاره على نفسيه المراهق، فممكن المراهق يصير ينطبع على نفسه، ما عاد بده يجتمع مع الاقارب، ما عاد يجتمع مع حدا، بصير عزله اكثر عنده، بصير في عنده مشاعر كره تجاه الشخص اللي هو تصادم معه وساوى المشكله معه، فمشان هيك انه هذا الشخص ما بيحب وما بيقدرني، سواء كان ابوه او امه حتى، هذا الشيء بياثر عليه. كمان في عندنا نقطه انه المراهق بصير بفكر يهرب من البيت، بما انه انا بيقول انا مالي منتمي لهذا المكان، انا مالي، اهلي ما بيحبوني، فانا ليش حتى اعيش معهم؟ شوفوا اهل رفيقي مثلا كيف بيعاملوه، كيف هن بيحتووه، ما بيوجهوا له اي اهانات، فمشان هيك بفكر يهرب من البيت. والهروب من البيت وانه اللجوء للرفقات هم عندنا مشكله صراحه، لانه هم تبلش عندنا سلسله الانحرافات، لانه ليش؟ مثلا اذا لجأ للرفقات وكان رفقات سوء، فممكن يتعلم السرقه، يتعلم المخدرات، يتعلم التعاطي، فأي شيء هي له آثاره السلبية فعلياً عليه، فبصير ضروري الأهل هن يحتووا المراهق لحتى هو ما يلجأ لطرف خارجي بيعتقد إنه هو عم يفهمه أكثر وعم يساعده أكثر من أهله. تمام. يعني رند، وصلنا لختام مساحتنا معك، بدنا نشكرك كثير لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وبقيت نهار ظريف. تسلمي يا رب. شكراً.